السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يلخبط شوية، مين لي موجه للمدربين وللناس اللي بتذاكر في التدريب والتغذية. هنفهمه كده مع بعض واحدة واحدة علشان نوصل ان شاء الله لنتيجة كويسة. مبدئيا كده يا جماعة، اخطر انواع الجهلاء المتعلمين منهم يعني ايه؟ يعني اخطر حاجة في المجال بتاعنا ان حد يبقى حافظ حاجة او واخد معلومة من جهة معينة ويفضل يبغبغ الكلام بدون فهم كده ومنطق وتركيز، لان هنا الكلام بيبقى بثقة عالية جدا وممكن يوجه ناس وناس كتير تعتقد ان هي دي الحقيقة المطلقة، واحنا في العلم حقيقة مفيش حاجة اسمها كده. خلينا نفهم الموضوع ببساطة علشان بس اوصل لك الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك. مثلا ممكن نجيب مرجع محترم جدا وتلاقيه يقولك يا ترى الانسان محتاج مية قد ايه في اليوم، فهتلاقي معادلات محترمة جدا بتقول بوزن الجسم، لو انت وزن جسمك كذا تاخد قد كذا. هتلاقي اماكن محترمة جدا تقولك 8 كوبايات مية في اليوم. هتلاقي ناس يقولك لا الوزن في 30 على 1000 وما الى ذلك. هتلاقي فعلا معادلات كتير كلهم قريبين من بعض، وممكن اللي بيقولها لك يبقى بيقولها بثقة، وده مش غلط. انا ضد فكرة انها الحقيقة المطلقة. فانت الطبيعي كشخص متعلم او بتتعلم بتقرا المعادلات دي كلها وبتاخد اكتر حاجة انت شايفها منطقية. انا مثلا وجهة نظري ان فكرة الوزن في رقم معين، لا، لو انا المسلز ماس بتاعتي مختلفة، لو انا البادي كومبوزيشن بتاعي مختلف، انا مش مقتنع ان لمجرد ان احنا تساوينا في الوزن ناخد نفس كمية المية. فانا هختار المعادلة اللي مرتبطة بالكالوريز علشان ده بيبقى انديكيشن للمجهود والبادي كومبوزيشن وكل حاجة. مثلا معادلة احتياج الجسم من البروتين نفس الفكرة. منظمات محترمة جدا واعلى كورسات العالم ما هي كاتبة ان الوزن في 1.2، ولو مش عارف بتلعب سترينث يبقى في 1.8 مثلا. ومعظم كتب كتير جدا كاتبة يا جماعة احتياج الجسم من البروتين ربطها بالوزن. ماشي موافق، بس انا رأيي ان الادق المعادلات اللي ليها علاقة باللين بادي ماس او بتفرق في البادي كومبوزيشن. فكرة ان انا 100 كيلو وحد تاني 100 كيلو هناخد نفس كمية البروتين مع ان انا عندي ماسلز ماس اكتر منه مش منطقية، وهكذا. تخيل معايا بقى لو انت فتحت الكتاب وقريت المعلومة دي ومصمم عليها وميت واحد مشي وراك وبتقول ان هي دي الحقيقة المطلقة. هي دي نقطة الخلاف، ان احنا في معادلات كتير وفي معلومات كتير انت بتاخد المنطقي بالنسبة لك. محتاجين نفكر، لان لو فتحت كتاب اكبر منظمة في العالم هلاقيها عاملة احتياج الجسم للبروتين مرتبط بالوزن، مع ان في حاجات كتير قالت ان ده مش صح. في حاجات كتير ربطت احتياج الجسم من البروتين بالكتلة العضلية وانت بتتمرن قد ايه. وصلت يا جماعة ان احنا محتاجين نفكر شوية في المعلومات، مش كل حاجة هناخدها امر مسلم بيه. فيا جماعة لو سمحت اللي طالع بيذاكر، انا مش هقولك المعلومة غلط، بس احنا لازم نفرق بين الجايد لاينز وبين المعلومة الدقيقة. ان منظمة الصحة العالمية تقولك اشرب من 8 ل 10 كوبايات ماء في اليوم، دي جايد لاين. احتياج الجسم للبروتين هتاخد وزن جسمك 1.2، دي جايد لاين. غير المعلومة الدقيقة اللي هتقولها لشخص رياضي وتقول على اساسها معلومة مؤكدة لواحد بيعمل برنامج غذائي لحد. ناخد بالنا يا جماعة من الاثنين، ما نبغبغش معلومات وخلاص. فكر دايما بالمنطق ان ممكن يبقى فيه وجه اخر من العملة او طريقة تانية لاحتساب الاشياء. وشكرا.